هلا معكم اخوتي سلام ربي يسعد قلوبكم. في قصة حبيت شاركها معكم هيك عبر روحية لإلنا. بتقول القصة انه كان في شاب مر على سفينة رايح برحلة وغرقت في السفينة. سابت انه كان قريب على احدى الجزر، سبح وقدر يوصل على الجزيرة. انما برم بقلب الجزيرة على مي، على عشب، على شي ملقى. بهالوقت هذا صار خشب السفينة يقرب على الشط، قدر لمه وقال انا صرت بعد الظهر والشمس هون باينة بدها تكون قوية. جمعه وقدر يشتغل كل الليل، عمل منه كوخ حتى يحميه من اشعة الشمس، وركع وشكر الله على الخشب اللي لقاه. تاني يوم هو عم يبرم حتى يدور يشوف في اكل، ما لقى وجاع، صار يصرخ يا رب انت بتسد كل احتياجات انسان، سد لي احتياجاتي. وبإيمان صلى وصرخ الى الرب. بهالوقت هيدا هو عم يصلي بإيمان قوي، بيجي برق زاعة من الله وبتحرق الكوخ اللي هو كان عامله. بيطلع صوب الكوخ وبيبكي وبيقول يا رب هل انت ردت هالشي هيدا؟ الكوخ الوحيد اللي انا بني هون اللي حيقيني من اشعة الشمس بعد ما لقيت اكل، يا رب انت بتسد احتياجاتنا، انا ما هلا ما بقى عندي اي شي. وبلحظة عم يهتز ايمانه، بيمرق شوية وقت بشوف سفينة عم بتقرب من الشط وبينزلوا رجال بحارة حتى ينقذوه. وبيقول له مين قالكم وين محلي وشو عرفكم؟ قالوا له شفنا النار، ومن النار اللي على الجزيرة نعرف انه في حدا عم يطلب نجدة، ومن منظر النار اللي شفناه قربنا وشفناك وانقذوه. خيي اختي، خلي ثقتنا كلنا بالله تكون كبيرة، ولما نآمن ننطر الله ونشوف طريقة الله كيف بدها تعمل بحياتنا.